اجتمعت اللجنة الليبية العسكرية 5+5 بالقاهرة بحضور عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا وممثلين عن السودان وتشاد ونيجر. وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورا إيجابيا، وأضاف أن السفراء في السودان وتشاد والنيجر أعربوا خلال اللقاء عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى السودان وتشاد والنيجر لتحقيق التنسيق السريع فيما يتعلق باستكمال خروج المرتزقة من ليبيا، موضحا أنه يجري العمل على تنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.